مرحبا بكم الناس الكل في قناتكم الرياضيه التونسيه، باش نحكيو على النادي الافريقي وموضوع الساعه اللي هو اللاعب لي كونزا، واحد من اهم اللاعبين اللي كانوا باش يصحوا في النادي الافريقي، اللاعب تيبي مازيمبي. لكن في اخر لحظه اللاعب تفاهم على النادي الافريقي على كامل البنود وتفاهموا في كل شيء، موافق انه يلعب في النادي الافريقي، لكن في لحظه كل شيء طاح في الماء. اللاعب هذا يصحح مع اتحاد العاصمه الجزائري اللي يدرب فيه المدرب نبيل معلول، الصفقة تحت في الماء. لذلك علاش جماهير النادي الافريقي اللي اتهمت نبيل معلول بتحويل وجهة اللاعب من النادي الافريقي الى فريق اتحاد العاصمة، وبرشا برشا برشا تعليقات اللاعب على المدرب نبيل معلول من جماهير النادي الافريقي، اللي هو موضوع الساعة كما قلنا الان. اللاعب هذا اللي صحح رسميا في اتحاد العاصمة الجزائري كانت اضافة بشكون كبيرة برشا للنادي الافريقي، لكن في اخر اللحظات اللاعب صح مع اتحاد العاصمة الجزائري. ذاك علاش شفنا معناه غضب كبير وكبير برشا من جماهير النادي الافريقي على المدرب نبيل معلول. نبيل معلول اللي طلع وقال انه اتحاد العاصمة في مفاوضات قبل النادي الافريقي، دخل معاه في مفاوضات وقبل ما تدخل فيه النادي الافريقي، وذاك علاش حب صحح، وذاك علاش معناها صح معانا مع اتحاد العاصمة الجزائري.